لابسة التايجر وبترقص. رانيا يوسف بتثير الجدل بفيديو جديد على السوشيال ميديا، خلت الحكايات والحكاوي تطلع عليها، وعن علاقة جديدة دخلها الفنانة قريب. ايه قصة التايجر اللي لابسة رانيا يوسف؟ ايه حكاية الثري العربي اللي معاها؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. مرة تانية سيطرت الفنانة رانيا يوسف على ترندات السوشيال ميديا، وتقريباً دي مش هتكون المرة الأخيرة، لأنها دايماً ليها ظهور لافت وبتدور وراها حكايات وقصص بتخليها دايماً في الترند. المرة دي سيطرت رانيا يوسف على الترندات بعد فيديو فستان التايجر اللي ظهرت بيه. الفنانة الكبيرة رانيا يوسف نشرت فيديو على صفحتها على انستغرام ظهرت فيه وهي لابسة فستان تايجر ظاهر كل جمالها، وهي كمان كانت مبسوطة جداً، وظهر ده في الفيديو. من شدة فرحتها رقصت بالفستان، ورقصها عجب عدد كبير جداً من جمهورها. المهم إن فيديو الفستان ده فكر الجمهور بحوار قديم للفنانة رانيا يوسف، حوار كانت حكى عن الفنانة ولفت النظر ليها أكتر من مرة من فترة كده مش كبيرة. قالوا على السوشيال ميديا الفنانة رانيا يوسف مرتبطة بثري عربي، ووقتها طلعت الفنانة في أكتر من حوار تلفزيوني ونفت الكلام ده تماماً، قالت إن ده ملوش أي علاقة بالشكل ده. الغريب وقتها إن الجمهور ذكر اسم شخص بالتحديد، الله أعلم بقى ألفوا اسم ولا ممكن الاسم اللي اتقال يكون فعلاً اسم شخص حقيقي. المهم إن رانيا يوسف وقتها نفت أي علاقة ليها بشخص يحمل الاسم ده، وكان هين عليها وقتها تحلف إنها ما تعرفش حد بالاسم ده خالص. دلوقتي بعد فيديو الفستان التايجر في بعض من الجمهور بدأ يشك إن الفنانة الكبيرة بدأت تبص فعلاً لثري خليجي. انتم عارفين حكاوي الفساتين التايجر في الجوازات. السؤال دلوقتي، هل فعلاً الفنانة رانيا يوسف داخلة على علاقة مع ثري عربي؟ الحقيقة إن محدش يعرف، كل طلع عنها ده طلع بس على السوشيال ميديا، وطبعاً السوشيال ميديا مش بيتاخد كلامها على إنه جد دايماً، ممكن يكون الكلام على سبيل الهزار والتهريج. خلونا نستنى، يمكن الأيام الجاية تكشف لنا عن حاجات جديدة ويكون في حاجة فعلاً، الله أعلم. واللي فيكم حابب يعرف أكتر عن مواصفات الفنانة رانيا يوسف فالرجالة فالفنانة وعلى حسب كلامها عندها 3 مواصفات لا تقبلها أبداً في الرجالة، ولو صادف وحاول راجل عنده الصفات دي إنه يتقرب منها فهي بترفضه تماماً. إيه هي صفات الراجل غير المقبول عند الفنانة رانيا يوسف؟ الفنانة رانيا يوسف وعلى حسب كلامها فهي مش بتحب الرجالة الرغاية، الرجالة اللي كلامهم كتير ولو حد رغاي وكلمها كتير فهي بتتقفل منه ومش بتكمل معاه نهائي. تاني صفة هي البخلة، رانيا يوسف مش بتحب أبداً البخل في الرجالة ولا غير الرجالة. وثالث صفة وأهم واحدة هي البصباص، الراجل البصباص مش بتحبه رانيا يوسف أبداً ولو كان مين حتى.